اهلا بيكم في نبض 100 عقبه، والبدايه من عند المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك اللي اعلن التعاقد رسميا مع رضا هيكل نجم منتخب مصر والمحترف في بلغاريا لينضم لصفوف فريق الكره الطايره الاول بالقلعه البيضاء. اكد المستشار مرتضى منصور دعمه الكامل لكل الالعاب بالنادي لتحقيق البطولات اللي بتحلم بيها الجماهير خلال الفتره المقبله، مؤكدا على ان رضا هيكل هيكون احد الدعائم التي ستساهم في عودة الألقاب لفريق الطايرة، ومن المقرر أن يخوض رضا هيكل مع طايرة الزمالك مواجهة الأهلي في نصف نهائي الدوري الممتاز واللي هتبدأ بكرة يوم الأربعاء. بعد كده هيكل طبعا أو يعد رضا هيكل ثالث تدعيمات الفريق اللي بيحرص مجلس إدارة النادي على استخدامها للقلعة البيضاء لحصد البطولات بالموسم الحالي بعد الكوبي يوسفاني هرنانديز والبرازيلي جواو فريرا. طبعا حمد لله على السلامة يا رضا، وإن شاء الله كده كل التوفيق مع الفريق الأول طبعا للطايرة. رضا هيكل أكيد هيكون إضافة قوية جدا جدا لينا الفترة اللي جاية. على ذكر قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة الطايرة رجال ببطولة أفريقيا اللي هتقام في الفترة من 8 ل 18 مايو 2022، وده في إطار الدعم الكامل من مجلس إدارة الزمالك في مشاركة كل الألعاب الرياضية بالنادي في كل المحافل الدولية عشان يمثلوا القلعة البيضاء، وبيسعى الزمالك دايما لتحقيق لقب البطولة وسط منافسة قوية متوقعة.